مساء الفل. النهاردة هنعمل الوصفة المسحورة اللي ما فيش حد ممكن يشوفها او يدوقها ويقدر يقاومها من طعمتها وجمالها، واللي بيخليها اطعم واجمل ان احنا هنعمل النهاردة كمان طريقة التتبيلة المميزة اللي بتميز الشاورما بتاعتنا. اي حد فعلا بيدوقها عندي لازم بيسألني عملتيها ازاي. كمان هقولكوا على حتة تريكاية في سركو، يعني كده بتودي طعمها في حتة تانية خالص. قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير للفيديو. في الاول هنعمل خلطة بهارات شاورمة الفراخ. هنستخدم نص ملعقة كبيرة من الكمون ونص ملعقة كبيرة من الروزماري. معلش الكاميرا فصلت في الروزماري. كمان هنستخدم ملعقة كبيرة من الكزبرة وملعقة كبيرة من الثوم البودرة. طبعا الثوم البودرة والبصل البودرة دول اللي احنا عاملينهم مع بعض على القناة. كمان هنضيف ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الفلفل الاسود وملعقة كبيرة من البصل البودرة وملعقة كبيرة من البابريكا ونص ملعقة صغيرة من الجنزبيل ونص ملعقة صغيرة من القرفة. كمان هنستخدم ملعقة كبيرة من السماق، والسماق هنا حاجة أساسية ومينفعش نستغني عنها لأن هي بتميز جدا جدا خلطة الشاورما. بنخلطهم كويس مع بعض، وبعدين هنحتفظ بالخلطة الجميلة دي في برطمان ممكن نحتفظ بيها في التلاجة، علشان برضو المطبخ حر ممكن يأثر على الزيوت العطرية اللي في التوابل عموما. تمام كده، دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هنتبل بيها الشاورما. هنا عندي علبة زبادي صغيرة او 3 ملاعق كبار مليانين من الزبادي. هنضيف ليهم ملعقتين كبار من الزيت، وهناخد ملعقة كبيرة مليانة من خلطة بهارات الشاورما اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي مع بعض، وهنضيف نص ملعقة ملح وعصرة نص ليمونة، وبس كده هنخلط كل الحاجات الجميلة دي كده مع بعض. طالما عندي خلطة التوابل دي جاهزة بتسهل عليا كل الدنيا. هنخلطهم كويس جدا كده مع بعض. وبعدين هنا عندي نص كيلو من صدور الفراخ، انا قطعتها كده شرايح، ما هياش رفيعة وما هياش تخينة قوي، علشان برضو لما بتبقى رفيعة قوي ممكن تبقى ناشفة. بنخلطهم كويس خالص في التتبيلة دي، وممكن تحتفظي بيها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين او ليلة كاملة براحتك. يعني اهم حاجة ان احنا لازم نغطيها ببلاستيك راب او اي حاجة علشان متاخدش روائح من التلاجة. هروح للطاسة كده على النار، وهنضيف فيها ملعقتين كبار من الزيت، ولما يسخن الزيت هننزل بالفراخ بتاعتها. خلاص احنا خرجناها من التلاجة، هنضيف شوية شوية، مش هننزل بالفراخ مرة واحدة. وخلوا بالكم من الخطوات دي علشان مهمة جدا جدا، خصوصا للناس المبتدئين او اللي بيشتكوا ان صدور الفراخ بتبقى ناشفة معاهم. احنا ما بنضيفش صدور الفراخ كلها مرة واحدة في الزيت علشان درجة حرارة الطاسة ما تهبطش معاكي، وبالتالي الفراخ لما تنزليها بتنزل المية اللي فيها. طالما الطاسة باردة الفراخ هتفضل تنزل المية اللي فيها، فعلى ما تستوي بقى هتكون نشفت معاكي. لكن لما بننزلها يعني شوية شوية كده، كل ما بننزل شوية يعني بنستنى لما يتشمعوا على ناحية ونوسع مكان كده ونضيف شوية تاني، وهكذا لغاية ما نخلص كل كمية صدور الفراخ اللي احنا مقطعينها. كل شوية انا بوسع مكان كده للشوية الجداد اللي انا بضيفهم، ومش هنقلب فيهم كتير برضو علشان ما ينزلوش المية اللي فيهم. انا بستنى لغاية ما احس ان الحتة اللي تحت دي بقى لونها اتغير. انا بقول لكم ان انا اخدت كل الكمية كده خلاص، والطبق ما فيهوش سوائل زي ما انتم شايفين كده. انا حسيت ان خلاص الناحية اللي تحت دي خلاص اتشمعت كده، المسام بتاعت الفراخ اتقفلت، فانا كده انا هضمن ان الفراخ مش هتنزل المية اللي فيها. في ناس بتقول ان الفراخ لما بتنزل المية اللي فيها بترجع تشربها تاني. لا، على فكرة النظرية دي غلط، لان السوائل اللي بتنزل من الفراخ دي خلاص بتتبخر وتروح في الجو، وخلاص كده الفراخ بتنشف. يعني بنقلبهم بالراحه كده. انا مسرعتش المقطع ده، بس معلش يعني انا بعتذر لكم، علشان في ناس كتير فعلا بتشتكي ان صدور الفراخ بتبقى ناشفه معاها. فهي دي الطريقه الصح، ان احنا مش كل شويه نقلب فيها فالفراخ بتبقى بارده، يعني الطاسه بتبقى بارده، وبالتالي الفراخ بتنزل السوائل اللي فيها. كل فتره كده انا هديها تقليبه. لغايه هنا انا معليه النار، لكن اول ما احس ان خلاص الفراخ اتشمعت كده او المسام بتاعتها اتقفلت او لونها ابتدى يبقى مبيض شوية، بوطي النار واسيبها بقى تكمل تسوية براحتها. ده الشكل النهائي. انا بحب لون الفراخ يكون فيه حتة تحميرة كده بسيطة، بتدي لها طعم مميز جدا.
بصوا بقى الاضافه المميزه اللي انا عملتها النهارده في الشاورما، اني ما عملتهاش زي كل مره كده في الفلفل والبصل، لا انا بعد ما خلصت الشاورما حطيتها في طبق ورجعت لنفس الطاسه ما غسلتهاش، لكن لو فيها اي حاجه محروقه ممكن تمسحوها بمناديل ورق. وضفت ملعقه زيت، ولما سخن الزيت ضفت البصل، وزي ما انتم شايفين كده متقطع كده، فضلت اقلب فيه لغايه ما حسيت ان هو بقى دبلان شويه، حاجه بسيطه. ضفت ملعقه صغيره مليانه من السكر. انا بعمل ايه؟ انا بعمل البصل المكرمل. البصل المكرمل ده بيودي طعم الشاورما فعلا في حتة تانية، بيخلي طعمها زي السكر، طعمها مميز جدا جدا. بعدين ضفت ربع ملعقة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة جدا، وابتديت اقلبهم برضو مع بعض كده، كل ده والنار عالية على فكرة. وبعدين ضفت قطعت نص فلفلة من الفلفل اللي هو الرومي لونه اصفر، ممكن تضيفوا فلفل اخضر على فكرة او فلفل احمر واصفر، تمام كده لما يكون لونهم جميل كده يعني لونهم ذهبي، مش هستنى لما يحمروا. خلاص كده بخرجهم في الطبق، شايفين الفراخ قد ايه هي مستوية وطرية من جوة ولونها محمر كده من برة وريحتها جنان في جنان، حاجة كده اخر عظمة. انا استخدم ممكن عيش التورتيلا او ممكن العيش السوري او اي عيش يعني قابل للحشو، ممكن كمان تستخدموا الجلاش على فكرة، تحطوا كل 3 طبقات كده وتعملوا نفس الحركة دي. كمان انا استخدمت في الحشوة الخيار، انا مخللها خيار بالطريقة السورية كده اللي هو في المطاعم السورية يعني. المهم الاول احنا بنضيف البصل المكرمل، وبعدين بنضيف الفراخ عليه، وبعدين بنضيف عليه الخيار. انا بحب اقطعه كده، ما بحبش اقطعه يعني بالطول، يعني القطعة الصغيرة بحسها ظريفة. ما تملوش الساندوتشات من الناحيتين دي ودي يمين وشمال علشان ما تنزلش منكم في الطاسة واحنا بنحمرها. بعدين بعمل كل الكمية بنفس الطريقة وبيكون شكلها كده تمام كده. انا خلصت كل العيش اللي عندي، انا كنت استخدمت المرة دي عيش التورتيلا، المرة اللي فاتت احنا كنا استخدمنا العيش السوري. لو حابين طريقة العيش السوري او خبز التورتيلا انا هحط لكم برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو. بعدين خلاص انا خلصت الكمية اللي عندي من الساندوتشات، هروح للطاسة وهديها دهنة بسيطة كده بالزبدة او بالزيت، يعني متاح عندكم استخدموا، او بالسمنة اي حاجة. المهم بعد ما تسخن خالص خالص الجريلا او في اي طاسة يعني مش شرط الجريلا، هننزل بالساندوتشات بتاعتنا، هنرصهم كده ونضغط عليهم علشان ياخدوا شكل التضليع الجميلة دي، عشان انا عارفة ان الاطفال بيحبوا الحاجات البسيطة الرقيقة دي. وعند هذا المقطع اتقطع النور عليا اسكت انا، لا طبعا نورت الفلاش بتاع الموبايل التاني وخليت ابني مسك لي الموبايل وكملت تصوير الفيديو علشان انزله لكم بسرعة. الوصفة دي فعلا انا بسميها الوصفة المسحورة، علشان ما فيش حد ممكن يشوفها او يدوقها ويقدر يقاومها. غصب عنك كده هتلاقي نفسك يعني واحدة بتجر واحدة لغاية ما الطبق يتنسف تماما. وصفة كاملة متكاملة، مش محتاجة اي وسائل مساعدة ولا اي حاجة جانبية. ممكن طبعا براحتكم تاكلوها مع تومية او مع مايونيز، لكن ان جيتوا للحق هي فعلا فعلا مش محتاجة اي زيادات، طعمها في منتهى الروعة والجمال وخفيفة جدا على المعدة على فكرة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك وشير، وبكرة بإذن الله تقابل معكم تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ نهاية فاروق. بحبكم جداً.